ابن الجيران طالع فقس بيحب السياسة وبيحب يعرف كل شيء له علاقة بالسياسة. هو بيضل يطلع علي ويسألني، لكن من كم يوم مر وقال لي انه سأل ابوه وسأل جده اذا كان مرق على لبنان ايام اضرب من هالايام. جاوبوا ابوه وقال له هو هو، ولما سأل جده قال له بعدكم بألف خير يا جدي. اترجاني شاب اشرح له شو بيقصد ابوه وشو بيقصد جده، لكن انا حسيت بورطة من ميلي الشاب طالع طلعته، وانا ما بدي اكسر له مقاديفه، ومن ميلي تاني ما بدي اكذب عليه. بعد ما زنت براسي قلت له ابوك معه حق وجدك معه حق وانت معك حق، بس الله يطعمك ايام احسن من ايامنا. هذا رأيي، فكر فيها.